بسم الله الرحمن الرحيم. نتعرض في هذا الجزء إلى مبادئ وأفكار المعتزلة. جاءت المعتزلة في بدايتها قبل سنة 80 هجري بفكرتين صادقتين مهمتين في التكليف، ورغم برهان صدقهما وحيويتهما وضرورتهما للإسلام والالتزام به، جعلا موضع التنديد ظلما وعدوانا. وهما، أي الفكرتين الأولى، القول بأن الإنسان مختار بشكل مطلق في كل ما يفعل، فهو يخلق أفعاله بنفسه، ولذلك كان التكليف. ومن أبرز من قال ذلك معبد الجهني الذي قتل على يد الحجاج سنة 80 هجري، ثم غيلان الدمشقي الذي أخذ يدعو إلى مقولته هذه في عهد عمر بن عبد العزيز، وكان موضع رضا عمر بن عبد العزيز حتى عهد هشام بن عبد الملك، فكانت نهايته أن قتله هشام بسبب ذلك بعد سنة 105 هجري. الفكرة الثانية، القول بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا ولكنه فاسق، فهو بمنزلة بين المنزلتين، هذه حاله في الدنيا، أما في الآخرة فهو لا يدخل الجنة لأنه لم يعمل بعمل أهل الجنة، بل هو خالد في النار. ولا مانع عند المعتزلة من تسميته مسلما باعتباره يظهر الإسلام وينطق الشهادة بالشهادتين، ولكنه لا يسمى مؤمنا مع وضوح صدق الفكرتين التي ذكرناهما وأهميتهما من ناحية التكليف والتزام الفرد والجماعة والدولة بمفاهيم الإسلام. إلا أن أهل السنة والجماعة، وهي فرق وليست فرقة واحدة، بل هم في حالة التناحر من جهة، وتضلل كل مجموعة المجموعات الأخرى، وهم على اختلاف مناهجهم وتناحرها يصفون أنفسهم بأنهم أهل السنة والجماعة، أي سنة معاوية، وهم يقبلون بالجور ويقولون بأن المعاصي والجور قدر الله فينا، فيصفون الله بالظلم، تعالى الله عن ذلك. مع هذا وصفوا الفكرتين بالابتداع ليحل محلها الجبر المقنع، الكسب الأشعري، والفاعلية الإنسانية للفعل مع خلق الله لعين الفعل، وهم لا يقصدون التمكين ولا استطاعة قبل الفعل، ولا قدرة الإنسان على الفعل والترك قبل الفعل وأثناء التلبس به، بل هم أهل جبر صريح. حصر المعتزلة مذهبهم في خمسة أصول، هي التوحيد، العدل، صدق الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه معاني الأصول الخمسة. واحد، التوحيد، وخلاصته برأي المعتزلة هو أن الله تعالى منزه عن التشبيه وعن الشبيه والمماثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى الآية 11، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، سورة الإخلاص الآية 4، وقوله تعالى في معرض مدح ذاته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، سورة الأنعام الآية 103. وهذه الآيات محكمة لا تنازعها الآيات المتشابهة ولا بأي حال من الأحوال، والله تعالى دل العقل وقرر ذلك النص بأنه ليس جسما ولا يحويه الزمان ولا يحيط به المكان، وهو الغني المهيمن، فلا ينازعه أحد في سلطانه ولا يجري عليه شيء مما يجري على الخلق كله. يرى أهل الأثر أن قول المعتزلة حق، ولكنه ليس على إطلاقه، ولهذا يعترضون على بناء المعتزلة كنتائج ضرورية ولازمة للقول بالتنزيه، منها استحالة رؤية الله، فالله عند المعتزلة ليس جسما حتى يرى، تعالى الله عن ذلك. ويعترض أهل الحديث على نفي المعتزلة لمعاني الصفات المعنوية بعد إثباتها، ويعترضون على قول المعتزلة إن الصفات ليست شيئا غير الذات، هذا قول المعتزلة. وهذا النفي لم يقل به المعتزلة للحذر من تعدد القدماء، بل لنفي افتقار الذات
في صفة الكمال للمعاني الزائدة عن الذات. ويرتب أهل الحديث والمشبهة على ذلك عد المعتزلة من نفاة الصفات. ولكمال التوحيد عند المعتزلة تبنوا عدل الله في الأفعال، وأفعاله محدثة من قبله تعالى، وكلام الله من أفعاله، فهو على ذلك مخلوق لله سبحانه وتعالى. فالمعتزلة ترى أن الكلام فعل له تعالى، فليس للمتكلم كلمة تضادها، فالساكت والأخرس ليس ضدا في المعنى للمتكلم، فالساكت في محل القدرة على الكلام ولكنه لا يفعله، والآخر من حلت به آفة في آلة الكلام عنده، وإذ لا ضد لها، مثل القادر ضده العاجز والعالم ضده الجاهل، فيكون كلام الله فعله للكلام. الأصل الثاني العدل، ومعناه عند المعتزلة أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يظهر المعجزة على يد الكذابين، وهو مكلف للعباد بما فيه صلاحهم، فالله لا يخلق أفعال العباد ولا يحب الفساد، بل إن العباد يفعلون ما أمروا به وينتهون عما نهوا عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم، وأنه لم يأمر إلا بما أراد، ولم ينه إلا عما كره، وأنه تعالى ولي كل حسنة أمر بها، بريء من كل سيئة نهى عنها، لم يكلفهم ما لا يطيقون، ولا أراد منهم ما لا يقدرون عليه، وذلك لوضوح التفريق عندهم بين إرادة الله تعالى الكونية وإرادته الشرعية. فالمعتزلة تقول بكل قوة في باب الإرادة الشرعية يقع من خلق الله المكلفين ما لا يريده، ولكنه ليس عن عجز بل على مقتضى حكمة التكليف. الأصل الثالث صدق الوعد والوعيد، فلا يخلف الله وعده ولا وعيده، وهذا يعني أن يجازي الله المحسن إحسانا ويجازي المسيء سوءا، ولا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا أن يتوب في دنياه. الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، وتعني أن مرتكب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين، أي في منزلة بين الإيمان والكفر، فليس بمؤمن ولا كافر، وقد قرر هذا واصل بن عطاء شيخ المعتزلة. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقد قررت المعتزلة هذا الأصل العظيم الثابت عقلا والمطلوب شرعا، وهو وجوب ذلك على المؤمنين نشرا لدعوة الإسلام وهداية للضالين وإرشاد للغاوين، كل بما يستطيع، فذو البيان ببيانه والعالم بعلمه وذو السيف بسيفه وهكذا. ومن حقيقة هذا الأصل أو ما يترتب عليه وجوب الخروج على الحاكم إذا خالف وانحرف عن الحق. بذلك اكتمل تعريف بسيط جدا بالأصول الخمسة عند المعتزلة. والآن سننتقل للحديث عن أفكار مهمة عند المعتزلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.